هنبتدي النهارده ان شاء الله اول محاضره في الداتا تري، وانا هبتدي بجزء بيزك قوي اللي هو ازاي اصلا دخل من الراينو للجراس هوبر للي ما يعرفش، ثم بعد كده هبدا امسك الليست وابدا اعرف التولز اللي احنا ممكن نستخدمها عشان خاطر نتعامل مع الجراس هوبر بشكل بروفيشنال ان شاء الله. طيب اول حاجه من قائمه بارامتر فوق في شويه بارامتر زي مثلا بوينت فيكتور سيركل كيرف لاين ريكتانجل بلين اي حاجه. فانا مثلا عايز ادخل حاجه من جوه الراينو، ببدا مثلا لو انا عندي بوينت زي كده اصلا باشمهندس اعتقد الويندو بتاعت كريس سوبر مش تمام. عندي مثلا شويه البارامترز اللي هم اللي هنا جوه في الجراس هوبر، في اللي هو زي بوينت فيكتور سيركل كيرف ريكتانجل لاين بلين بوكس اي حاجه، ببدا انزلهم هنا على الجراس هوبر وابدا اعمل ادخلهم من الراينو للجراس هوبر. مبدئيا بس قبل ما اكمل كلامي، الراينو الجراس هوبر بتاع الماك هو هو الجراس هوبر بتاع الويندوز، ما فيهوش اي مشكله، مفيش اي اختلافات غير بس اختلاف بلاجز، فمحدش بس يعني يقلق من المشكله دي. هعمل رايت كليك على مثلا البوينت، اقول سيت وان بوينت تمام، بعد كده اختار النقطه اللي انا محتاجها على الجراس هوبر على الراينو ناس. فلما اجي اعمل لها مثلا بريفيو هتلاقي جابت علامه اكس خضراء تمام. طيب نفس الكلام لما دوست رايت كليك وسيت مالتيبل بوينت باجي اختار لهم كلهم، فاذا هيظهر معايا اللي هو اكس خضراء. نفس الكلام ان انا لو اخترت جيت لاين او سيركل او مثلا نيرباس كيرف او حتى انتربوليت كيرف تمام، هما بالنسبه لهم يعني كلهم بالنسبه لي هما كيرف، حتى اللاين ده بالنسبه لي اسمه كيرف بس هو حاجه اسمها ديجري. فانا قلت لو عايز سيت 1 كيرف فاذا هاخد الكيرف ده فخلاص عايز اعلن لي برده بالعلامه الاخضر. لو عملت سيت مالتيبل كيرف برده دخلوا لي بقى لونهم اخضر. نفس الكلام في السيرفس، نفس الكلام في البي ريب. اول حاجه بالنسبه لنا احنا لازم نشتغل في الجراس هوبر يعني من النقطة إلى حد ما، لأن إحنا كل ما إحنا بنشتغل بالنقطة كل ما يبقى أسهل إن إحنا نطلع أوتبوت. لكن لو هنشتغل العكس يعني عندي مثلا ابتديت على طول بشكل مجسم، صعب عليا إن أنا أرجع للنقطة اللي أنا محتاجها بالظبط. فنحاول على قد ما نقدر وإحنا شغالين إن إحنا نشتغل من نقطة، والنقطة هي اللي هتعمل اللاين، واللاين هو اللي هيعمل السيرفس، والسيرفس هو هيعمل كل سيرفس. بس مثال بسيط، أدي هو عملت لاين بسرعة، وأدي البول اللي أنا عملته سيرفس، والسيرفس ده هعمل له بوكس. لكن ان انا ارجع البوكس ده لان هو يبقى نقطه الموضوع فيه شغل شويه. طيب دي كانت اول حاجه ان احنا ندخل الداتا على الجراس هوبر. تاني حاجه معايا زي ما باشمهندس عمر ما شرح ان انا معايا ليست. الليست دي عباره عن انا كنت دخلتها اوريدي بمجموعه من البوينتس من 0 لحد 9 اللي هم يعتبر 10 ايتم. سوري غلط، هو في بيجيب لي بيقلب لي ال عندي ليست زي كده زي ما باشمهندس عمر قال. البينك ده بالنسبة لنا اسمه إندكس، الأحمر ده بالنسبة لنا اسمه أيتم، والأسود ده بالنسبة لنا اسمه باس. طيب
لازم عشان انا اعرف انا هتعامل مع مين جوه الليست دي، لازم اخد بالي كويس من اللي انا هاخده. اول حاجه اروح عند قائمه ست فوق، تمام؟ في حاجه اسمها الليست اللي هي القائمه دي، سوري، في حاجة اسمها ليست اللي هي القايمة البينك، دي كلها تتحكم بالاندكس. يعني وقت ما انا عايز اكون اتحكم في اي اندكس اخد رقم معين من الاندكس، اذا قايمة ليست هي اللي انا اتحكم فيها بكل حاجة. طيب انا عايز اشتغل على الممبرز اللي جوه، اللي هو مثلا عايز امسك نقطة معينة مش ملهاش رقم في الاو، هي ليها رقم في الاندكس، بس انا عايز امسك نقطة معينة كبوينت او كبوكس او كمثلا رقم حتى داتا اي حاجة، اذا هتعامل معاها بقائمه ست. طيب انا عايز اشتغل على الداتا تري بشكل عام اللي هو بالنسبه لي كباص، اذا هشتغل على التري. يبقى واحنا شغالين دايما نركز على كل تعاملاتنا هتبقى ازاي، هشتغل على ممبر ولا هشتغل على اندكس ولا هشتغل على باص. النهارده في المحاضره هنركز بشكل كبير جدا بنسبه 80% على الليست او الاندكس بالنسبه بالذات، وممكن اخد جزء بسيط جدا كباص. اوريدي باهندس عمر شرح الجزء الفلاتن والجرافت والسيمبليفاي وبس، تمام. طيب نفس الكلام باشمهندس عمر برضو شرح الجزئيه بتاعت الميرج، هي نفس الموضوع. انا عندي ليست فيها مثلا باص 00، باص اسمها 00 فيها مجموعه من الايتمز عددهم 10، نفس الباص ثانيه بس بارقام مختلفه برضو 00 وبرضو عدد الايتم 10، ونفس الكلام الناحيه الثانيه ليست رقم 3 برضو نفس الايتمز بنفس الباص. لما جه عملت ميرج سريعا جه قال لي داتا 1 داتا 2 داتا 3، فبناء عليها رتب على الانبوت اللي انا مدخله. فاذا خد الباص رقم 0 دخلها اول واحده، ثم بعد كده دخل رقم 2 داتا رقم 2، ثم بعد كده دخل رقم 3، كلهم تحت اسم باص اسمه 00 بناء على الانبوتس اللي هو مدخلها. طيب نفس الموضوع برضو في انتواين، برضو 00 نفس الليست اللي كانت موجوده في الميرج اللي احنا عملناها فوق، خدناها برضو دخلناها تحت بنفس الباص، بس المره دي الانتواين عمل لي ريماب، بمعنى صح خلى الباص اللي اسمه 00 دخلها لي هنا كاول داتا باسمها 00، تاني واحده دخلها لي بانها هي 01، تالت واحده دخلها لي بان هي اسمها 02، وبناء عليها رتب الليست بالشكل ده، بقت اول واحده 01 02. حتى لو انا كنت غيرت في رقم ده خليته مثلا 020 030 هيدخلها لي برضو بان اسمها 02. طيب اول حاجه انا معايا الكيرفز كده، ده اول اكزامبل على الديفايد كيرف، هو بس مثال بسيط جدا يبين ازاي احنا بنتعامل بشكل لوجيك جوه الجراس هوبر. وهو ان انا رسمت لاين، هو اللاين المنور اخضر ده لو مش شايفينه، هو اللاين ده، تمام، وعملت له ديفايد. لو انا كنت خدت نفس اللاين ده او الكيرف ده عملت له ديفايد على الكومبوننت بتاع الديفايد وخليت السيجمنت بتاعتي ب 10، اذا هيقسم لي الليست ل 11 نقطه من 0 لحد 10، اذا معايا 11 نقطه. ليه؟ لان هو بيقسمها مقسمها السيجمنت، فاذا هم عباره عن لاين زي كده. فانا باجي اقول له انا قسم لي مثلا، هفترض ان هم الخمسه سيجمنت، فاذا هحط نقطه في البدايه وفي النهايه، واذا هيعمل مجموعه من النقط، سوري،
كده هو قسم لي اللاين ده لخمس سيجمنت، ادي اول واحده، ثاني واحده، ثالث واحده، رابع واحده، وخامس واحده. لكن عدد النقط اللي هتطلع لك منها هتبقى اكتر. بقى عندي هنا النقطه الاولى صفر، ادي واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، وادي خمسه، عددهم ست نقط. اذا وانا بتعامل لازم اكون مركز جدا، انا هاخد انهي داتا وانهي حاجه بدخلها عشان انا عايز منها ايه. طيب الكيس دي انا دخلت وعملت ديفايد للسيجمنت 10، فاذا طلع لي ليست فيها 11 بوينت. طب انا عشان احل المشكله دي ايه؟ يا اما انا من الاول اخليه انا عايز 9 عشان بعد كده اكون محتاج 10 بوينت، او ان انا على طول ادي اكسبريشن بقول له ان الاكس ماينس 1 اللي هو الداتا اللي داخله لك هنا ال 10 دي اطرح لي منها واحد عشان يطلع لك 9 اوتوميتد، فاذا يديك الرقم اللي انت محتاجه في البوينت. تمام؟ وادي النتيجه اللي طلعت معانا، عباره عن ليست فيها ال 10 بوينت اللي انا محتاجها. دلوقتي هنبدأ نمسك أول جزء في قائمة ليست، وهو أكتر أمر يعني بنستخدمه بنسبة 80% في شغلنا هو ليست أيتم. أنا النهاردة لو معايا طبعًا الجزء اللي هو الجروب البنفسجي دوت هو نفس الإكزامبل اللي فات، بس أنا بكرره عشان خاطر يبقى ده المثال الأساسي بتاعنا. بقى معانا خلاص بعد الديفايد معانا 10 بوينت، فأنا عايز أمسك واحد منهم. زي ما باشمهندس عمر قال انا عايز امسك الاندكس رقم 2 في الرف رقم كذا كذا كذا. طيب هروح اعمل فرضا عايز رقم 2 اللي هو ده، فاجي بقى اجي اقول له انا عايز ليست ايتم باجي اقول له انا عايز ليست ايتم. ليست ايتم ده بكتب فيها دبل كليك ودبل دبل كوتيشن رقم مثلا 2 او دبل كوم، فيبدا يطلع لي الاندكس رقم 2 اهو، خد رقم 2 كانبوت طلعه لي هنا كزيرو. طيب طب انا لو انا عايز معاه رقم تاني هفترض 5 وادخلها بشيفت، اذا خد لي رقم 2 من هنا ورقم 5 من هنا. طيب انا لو عايزهم على سلايدر نفترض مثلا 4 6 عملت ليست ايتم وخدت الاندكس رقم 4، فاذا كل ما احرك السلايدر هيبدا يتحرك معايا رقم الاندكس. ممكن اظهر لكم برده رقم الارقام بتاعت البوينتس. تمام كده انا مختار رقم 9، فكل ما انا اقلل بالسلايدر كل ما يختار لي الرقم اللي انا محتاجه. طيب انا عايز رقم تاني معايا زي مثلا رقم 6، اذا هيختار لي 6 و3 او الرقم اللي انا محتاجه. طيب هل في ده بس كده ليست ايتم؟ لا، في ان انا برضو لو انا دخلت انبوت واحد، لو انا عملت زوم على ليست ايتم ودوست على بلس، اذا بياخد لي الايتم اللي انا الاندكس اللي انا محتاجه وزياده عليه رقم. يعني مثلا انا اخترت هنا رقم 3، اذا هيطلع لي في الاوتبوت هنا رقم 3 والبلس 1 هيطلع لي رقم 4. فانا لو وصلت ده كمان هنا هيطلع لي الثالث ورابع واحد. لو انا رحت على السلايدر وحركت الرقم 5، اذا هيختار لي رقم 5 ورقم 6. نفس الكلام لو انا دخلت تو سلايدرز، افترض ان انا خدت رقم 8 ورقم 5، اذا هياخد لي رقم 5 و6 و8 و9. تمام، ده بكل بساطه ليست ايتم. تاني حاجه بالنسبه لي هو ليست لينز. لما يكون عندي ليست زي كده انا محتاج اعرف توتال ارقام الاندكس كام. طيب دي ممكن نستفاد فيها بايه؟ مثلا اكويجن مثلا انا عايز اجيب السنتر بتاع لاين، يطلع لي نقطه في سنتر اللاين، او معنى صح النقطه الوسط من مجموعه من ليست، زي مثلا الليسته الجميله دي. دي ليست مجموعه من 11 رقم اللي هم 11 نقطه. تمام،
وانا قلت لها الاكسبريشن بتاعنا بالاضافه ان في حاجه اسمها اود نمبر وايفن نمبر. طيب لما انا جيت وصلت الديفايد دوت، لان طبعا مش هينفع ان انا اطلع السنتر بتاع لاين عدده زوجي، يعني انا لو كنت دخلت الايفن نمبر كده وعملت له ديفايد ال 11 سيجمنت اللي طلعوا طلعوا لي 12 نقطه. فنيجي نبص كده من التوب فيو هنلاقي ان في هنا 1 0 1 2 3 4 5 6 7 لحد لما يوصل 11. فاذا بالنسبه لي 5 و6 هم السنتر، انا مش محتاج كده، انا محتاج نقطه وسط في النص. فاذا بالنسبه لي الاود نمبر من غير اكسبريشن مش هتنفع، لازم احط لك اكسبريشن اللي هو نقص لي رقم من دول عشان يبقى الاوتبوت معايا في الاخر كانهم 10 سيجمنت طلعوا لي 11 نقطه. اذا بالنسبه لي بقت هي دي السنتر بوينت بتاعتي، ايا كان طول الليست ايه، طولها 200 300 400 1000 1500 هيطلع لي السنتر بوينت بتاعها. انا مثلا عندي ال 11 نقطه اهم، جيت خدت بانل من الليست ايتم، هو ده الكومبوننت اللي اسمه ليست ايتم موجود هنا اهو ليست ايتم، او دبل كليك نكتب ليست ايتم ليست لينس، انا اسف ليست لينس، تمام، ويبدا يجيب لي العدد. عدد الاندكس كام؟ واحد، هم 11، هو حسب الصفر معاهم لان الصفر بالنسبه لنا رقم، تمام. وبدات ادي له اكسبريشن. ايه هو الاكسبريشن؟ اللي هو خد لي ال 11 دي نقص لي منها واحد واقسمها لي على اثنين. ليه؟ انا طالب في الاخر انا عايز الاندكس رقم 5 اللي هو في الليست دي، محتاج السنتر ده. دي الايكويشنز بتاعتي، ان انا محتاج يوصل لي في الاخر الرقم 5 مهما كان العدد كام، هيوصل لي الرقم يعني اللي هو السنتر بتاع الليست. فجيت قلت له خد لي الاكس اللي هو ايا كان الانبوت اللي داخل لك، اطرح لي منه واحد واقسم لي الليست دي على اثنين. اكس اللي هي 11 نقص لي منها واحد والتوتال قسمته لي على اثنين، اذا طلع لي الاوتبوت بتاعي 5. لما جيت عملت له ليست ايتم، اذا بقت بالنسبه لي هي دي السنتر بوينت. طب تعالوا كده نزود في الارقام، نخليها مثلا 51 وليكن. مهما زودت في الارقام هتفضل النقطه اللي في النص دي هي السنتر بتاعتي، تمام. اوقات كتير جدا بنحتاج الايكويشن دي، خاصه لان هي بتحل لنا مشاكل جامده يعني. طيب ثالث حاجه معانا هو ريفرس ليست. ريفرس ليست اهو بكل بساطه، انا لو عندي نفس مجموعه النقط اللي معانا وادي شكلهم، انا عملت بس الريديس بتاع السفير من صغير لكبير عشان يوضحوا معايا. تمام، وجيت حركتهم فوق واديتهم برضو سفير، بس المره دي عشان انا اوضح الريفرس ليست، انا جيت خدت نفس الليست بالظبط بنفس الانبوت بتاعتها، والمره دي هستخدم ريفرس ليست. دبل كليك وابدا احط ريفرس ليست اهو، ووصله في الداتا اللي داخلها. هيعمل ايه؟ هيعكس لي الانبوت، بمعنى هو خد لي هنا عندي اول واحد هنا رقمه الريديوس بتاعه 2 واللي بعديه 2.3 بعد كده 2.6 بعد كده 3.3 وهكذا، واخر واحد بالنسبه لي 5. ريفرس ليست بيخلي اخر واحد اول واحد وبيخلي اول واحد اخر واحد. فنيجي نقارن الاثنين ببعض، هنلاقي ان الخمسه بقت بالنسبه لي هي الاولى، بعد كده الاثنين بقت هي اخر واحده، وهكذا بالتبعيه رتب كله.
ممكن مثال تاني برضه يوضح ان انا هرسم كيرفين دول، عندي كيرف اولاني دخلته وكيرف تاني برضه قدامه زي كده، وبرضه نفس الكلام انا عملت لهم ديفايد وهوصل ما بينهم. في الطبيعي هيعمل ايه؟ انا عشان اوصل منهم كومبوننت لاين هياخد لي الاندكس الاول اللي هو 0، هياخده مع الاندكس رقم 0، بعد كده هيرجع ياخد لي رقم 1 ويوصله برقم 1، ونفس الكلام في الاثنين يوصله بالاثنين. ده لازم اكيد طول ما نفس الباص موجود، تمام، لحد ما يوصل لاخر نقطه. طيب لو هو مش موجود الناحية التانية، يعني مثلا هنا في 13 وفي 14 وفي 15، والناحية التانية الليست واقفة على 12، هيعمل ايه؟ هيوصل ال 13 بال 12 نفس النقطة دي، وال 14 بال 12 برضو بنفس النقطة دي، وال 15 بال 12. دي مش موضوعنا دلوقتي، بس نكمل الجزئية دي. خلاص انا خدت التو ليستس دول، وصلت ما بينهم، طلع لي المنظر ده. طب هل ده المنظر اللي انا محتاجه؟ لا. ليه؟ لأن هو بكل بساطة عمل بالنسبة له دي الاندكس رقم 0 لحد الاندكس رقم 12، والناحية التانية الاندكس رقم 0 لحد ما يوصل الاندكس رقم 12. طب أنا محتاج ال 12 ده بالنسبة لي هو الصفر، والصفر هنا بالنسبة لي هو رقم 12. إذا عشان نديله خطوط مستقيمة لازم اديله ريفرس ليست. الجزء اللي انا بقوله ده للاسف هو نظر شويه، يعتبر الاي بي سي بتاع جراس هوبر، بس ده اللي هيبني عليه كل اللوجيك اللي هنستخدمه في اي سكريبت بعد كده، سواء روبوتك او اي حاجه. اللي بعدها حاجه اسمها شيفت ليست. شيفت ليست انا برضو عندي نفس مجموعه النقط، انا النهارده مش هنسلم من اللقط دي، بس المره دي هنستخدم شيفت ليست. ايه هو شيفت ليست؟ ببساطه بيرحل لي الليست دي واحده او اثنين او ثلاثه او ما يرحلهاش خالص على حسب ما انا مديله الانبوت. طيب انا حطيت الكومبوننت بتاع شيفت ليست ودخلت له الليست اللي انا محتاج اعمل لها شيفت، بعد كده طالب مني قيمة الستيب او الـ او الشيفت قد ايه، فهنا زيرو، فهو ما عملليش اي تاثير على الليست بدءا من الصغير لحد الكبير. طب انا هاجي ارحلها واحد، خد لي الصغير رجعه ورا، تمام، وبعد كده كمل الليسته بتاعته عادي. طب اثنين وهكذا، ثلاثه وهكذا، نيجي نقارن ارقام، نرجع بس واحده كمان، هنلاقي ان هو خلى الاثنين اللي هي في اندكس زيرو راحت لاخر اندكس، بقت رقم 9، بعد كده اللي هي كانت رقم 1 بقت هي رقم 0، والرقم 2 بقى هو رقم 1، بعد كده رقم 3 بقى رقم 2 وهكذا. لحد هنا في اي مشكله مع اي حد؟ مثال تاني ممكن نوضحه بيه الشيفت ليست. عندي كيرفين زي الكيرف ده والكيرف ده، وبرضو عملت لهم ديفايد بنفس السيجمنت نفس البوينت، وبدات اوصل منهم بلاين. الطبيعي ان انا كنت لسه بقول ان هو بياخد الاندكس الاندكس رقم 0 بيوصله مع اندكس رقم 0 وهكذا، او الواحد مع الواحد طالما هم على نفس الباس. طيب عايز اجرب اعمل شيفت، شوف ممكن النتيجه تظهر معانا ايه. اوصل النقط اللي فوق دي بالليست بتاعت الشيفت، وابدا ادي انبوت مثلا وليكن واحد. سوري
ادي الشكل ده دلوقتي، انا مش عامل اي شيفت، انا بس هغير السلايدر اخليه لواحد. بدا يحرك لي ايه؟ بدل ما هو زيرو هنا خلاص، مع النقطه اللي فوق اوريدي كانت اسمها صفر بقى اسمها تسعة، والواحد بقى اسمها صفر، والاثنين بقى اسمها صفر. فاذا عمل شيفت ليهم هزود زياده، هيبدا يغير الشكل معايا زياده، وهكذا وهكذا. ليه؟ لان هو بيفضل يغير في الاندكس بتاع الرقم. مش مصطفى، تمام. استاذنك لو عندك البايفوكال تشغله عشان في دلات ما بقاش عارف اسمها ايه. جلب واحد اهو. بالنسبه لنا الاندكس رقم 0، انا لسه ما عملتش شيفت، اتوصل عادي بالاندكس رقم 0 اهو. تمام، الصفر مع الصفر. طيب بعد ما عملت شيفت بقى بالنسبه لي هزود واحد، الاندكس رقم 0 هنا بقى الاندكس رقم 0 هنا، والواحد هنا بقى الواحد هنا، معمول له شيفت بقيمه واحد. طب انا هزود تاني، هتلاقوا ان الزيرو فوق بتغير مكانه، طبعا بيغير الليست بالكامل، وهكذا. فمعايا الصفر اهو والصفر اهو، فيبدا يوصل ما بينهم. طول ما هو بيعمل لاين فهو زي بياخد اندكس الصفر بيوصلها بصفر، بياخد الواحد بيوصلها بواحد، وهكذا. كل اللي احنا استخدمناه دلوقتي ده الكومبوننتس اللي بتطلع ليست فقط، ما تلاقيش واحد في اللي انا قلته بيطلع اكتر من ليست. تمام. بعد ان شاء الله البريك هناخد الجزء الثاني من الليستس، هناخد بس بريك لمده 10 دقائق او 5 دقائق انا اسف، ونرجع نكمل ان شاء الله. كده تمام. 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 طيب زي ما انا كنت لسه موضح قبل البريك، ان كل الكومبوننتس اللي انا استخدمتها هنا دي، او معنى صح اللي هي الخاصه بالليست، هي اللي بتطلع لي في الاوتبوت بتاعها ليست واحده. يعني مثلا ليست ايتم خدت من ليست واحده طلعت منها ايتم واحد اللي هو ليست واحد. نفس الكلام برضو في الليست لينس بيطلع لي ليست واحد، نفس الكلام في ريفرس. لكن المره دي في بارتيشن ليست او سبليت ليست او سب ليست، كلهم بيعمل لي زي تقسيم للليست، بيطلع لي مجموعه من الليست. تعال نبتدي كده بأول واحد اللي هو partition list. نفس الـ example بتاعنا اللي هو الـ curve اللي فيه divide. معنى صح أنا عندي مجموعة من list كده، مجموعة من النقط، وعايز أقسمهم. عايز مثلا أقول له خد لي اتنين تقسمهم لي مثلا كلهم اتنينات، تقسمهم لي كلهم خمسات، تقسمهم لي كلهم مثلا اتنين واحد اتنين واحد كده يعني. فبناء عليها بديله جوه بارتيشن ليست، باجي اقول له ادي الليست اللي انا عايزها اللي هي مجموعه النقط دي، واجي اقول له انت عايز تقسمها لي بناء على ايه؟ فباجي اقول لي، باجي اقول له مثلا كانبوت قسمهم لي كانهم خمسه خمسه. فاذا هيطلع لي الاوتبوت بتاعي عباره عن خمسه ايتم كاندكس يعني من صفر لاربعه، بعد كده خد لي من هنا من بدايه من خمسه كمل، وهكذا. بقى الاندكس الجديد بتاعنا صفر برضو من اربعه، بس المره دي بباس جديد بقى اسمه زيرو، والباس الثاني باسم واحد. طيب انا لو جيت قلت له قسم لي الليست دي لاثنينات، عمل ايه؟ خد لي اول اثنين حطهم لي في ليست وسماهم لي زيرو كباس، بعد كده خد لي ثاني اثنين اللي هو من اثنين وثلاثه حطهم لي برضو كاندكس زيرو 1، وبقى اسم الباس بتاعهم بواحد. نفس الكلام
فاذا نفس الايتمز اللي هنا حطيتها كانها اجزاء صغيره على حسب ما انا عايز. طيب هل ينفع ان انا ارتبهم بباترن؟ مثلا انا عايز اقول له رتبهم لي 2 3 2 3، فعمل ايه؟ خد لي 2 حطهم لي في ليست، بعد كده خد لي 3 اللي هو 2 3 4 حطهم لي في ليست وسماها بواحد، بعد كده رجع تاني خد لي 2 اللي هو مثلا 5 6 حطهم لي في ليست، بعد كده رجع تاني خد لي 3 والى ما لا نهايه. يعني ايا كان طول الليست دي كام هيفضل يعمل لي نفس السيكونس ده على طول. طيب حاجه زي كده 2 2 3 3 نفس النقطه، هياخد لي 2 2 هيحطهم لي، بعد كده ياخد 3 وهكذا. ممكن نشوف الجزئيه دي. طيب نبدا نشوف كده، هنوصل واحد قد كده 5. لما جيت عملت اول ليست اللي هي الزيرو عملت لها بولي لاين، فبيبدا ياخد لي الفيرتسز اللي موجوده جواها ويبدا يوصل ما بينهم. فاذا لما جيت قسمتها 5 5 اذا عمل لي على اول 5 بولي لاين اهم، وتاني 5 عمل لي ليهم بولي لاين. اذا لازم تكون الليست بالنسبه لي جواها ايتمز، ما ينفعش الايتمز ما ينفعش ان هو يكون جواها مثلا ليست واحده. طالما ما انت النهارده عايز توصل لاين، ايه متطلباتك؟ على الاقل تو فيرتسز، ده اقل حاجه. ما ينفعش ان هو يعمل لك لاين من نقطه واحده، مستحيل. فلما جيت وصلت له الخمسه ايتمز دول عمل لي لاين، وطبعا عملت بايب بس عشان خاطر يبقى ظاهر قدامي. طب هاجي اقسمها اتنينات بقى، ده منظر قدامي. خد لي اول نقطه وتاني نقطه وعمل ووصلت ما بينهم كانهم في بولي لاين، فطلع لي لاين وعملت له بايب. نفس الكلام خد لي تاني نقطه وتالت نقطه ولحد ما خلصت الليست كلها. طيب لو جيت وصلت اللي هو عايز اعمل له بارتيشن باثنين وثلاثه، اذا طلع لي المنظر ده، ادي 2 وادي 3. طب خلص الليست، خلص الباتن نادت هيلو، فراح عادها من الاول، بعد كده 2 بعد كده 3 وهكذا. نفس الكلام لو 2 2 3، ادي 2 بعد كده 2 بعد كده 3. خلص الباتن نادت هيلو، فاذا عاد من اول تاني، بعد كده اداني 2 وفي الاخر بقى نقطه اهو. النقطة دي طبعا مش هينفع يديك لاين ليها لان هو مش فاهم، هو مديك ايرور هنا باللون الاورنج اهو، لان هو انت مديني نقطة عايزني اوصلك ليها لاين ازاي يعني. نفس الكلام برضو في الاخر 2 2 2 3 3 2، فالموضوع بقى خلاص واضح يعني. طيب لو قسمتها اربعات هيبقى عمل لي 4 4 وبقى لي في الاخر 2. اعتقد يعني مش هستفيد اكتر من كده لان هي واضحه يعني. مهما انا اديله في الباترن جوه البارتيشن ليست، طول ما هو هيقسمها لي وهيخلص وهيكررها لي وهكذا. تاني حاجه معانا سبليت ليست، نفس الاكزامبل بتاعنا، والمره دي جيت قلت له انا عايزك توصل لي عند الاندكس رقم مثلا فرضا رقم 5 او 6 او 4 ايا كان الاندكس اللي انا محتاجه ايه، واقسم لي الليست دي لاثنين. دايما الكومبوننت ده يطلع لك اثنين بس، ما ينفعش ان هو يطلع لك اكتر من تو ليست. ليه؟ لان هو بيمسك لي ليست زي كده ليست زي كده ويشدها لي خط، خلاص انا لحد هنا تمام. اذا دي بالنسبه لي بقت A ودي بالنسبه لي بقت B، تمام. فباجي اقول له انا عند الاندكس رقم مثلا 6 زي ما هو في الاكزامبل، هيبدأ يعمل لي من 0 لحد 5 اهو، طلعها لي في الليست دي، تمام. ثم بعد كده طلع لي ليست ثانيه اللي هي دي. طب هغير السلايدر اهو، مثلا عند الواحد قلت له عند الواحد هتفصل، فاذا خلى الصفر في الليست الاولى وبدايه من الصفر لحد 9 بقى في الليست الجديده. سب ليست مالوش استخدامات كتير معانا الصراحه، بس يعني مهم انك تعرفوه. برضو نفس المثال بتاعنا، وهو ان انا عايز اخد لي من كل الليست دي عايز اخد لي مثلا رقم 2 و3، تمام. ف طب
ماشي 2 و3 اعتقد سهله. طب ما انا ممكن اخدها بيست ايتم اساسا، ما انا اخد لي احط ليست ايتم، احط لي الاندكس بتاعي من رقم 2 ورقم 3 وخلصت على كده. الفرق هنا في السب ليست ان هو بياخد دومين، يعني انت عايزه من ايه، من كام لكام. من الاخر اقول له انا عايزه مثلا من رقم 2 لحد رقم 7 ايا كان الرقم اللي في النص ايه، من رقم مثلا 3 لحد رقم 27. فانا اكيد في الليست ايتم مش هكتب بقى 1 2 3 4 لحد ما اوصل ل 27، لا هنا بياخد لي دومين على طول، باجي اقول له من 2 لحد رقم 7. فاذا النتيجه اللي هيطلعها لي ادي مثلا من رقم 2 لحد رقم 7 طلع لي الليست بتاعتي اهو 2 3 سوري هنا اهو طلع لي رقم 2 لحد رقم 7 تمام. طيب هل ده بس اللي بيعمله؟ لا، برضه بيطلع لي الاندكس بتاعهم اللي هو كان مكانهم فين في الليست القديمه، يعني نفس الايتيمز دي لما اجي اتوصلها بالاندكس بيقول لك اه ده هو بالنسبه لي اندكس 0 بس هو كان اندكس رقم 2، كان اندكس رقم 2 في الليست القديمه، واخر واحد ده اللي هو رقم 5 في الليست الجديده اللي هو اسمه 77.77 الاندكس بتاعه كان رقم 7 في الليست القديمه. نرجع للليست القديمه هنلاقي فعلا ان رقم 7 هو البوينت بتاعتها 77.77. طيب ده كتر خير الكومبوننت ده بيعمل كده، لكن في معانا برضو كومبوننت اسمه ايتم اندكس. اوريدي احنا بندخل الليست اللي احنا عايزينها وندخل نفس الكود اللي احنا دخلناه بتاع الدومين هيطلع لي نفس سوري بندخل فيه الايتمز اللي جت لنا من اللي طلعت من السب ليست ويبدا برضو يطلع لنا نفس الارقام 2 3 4 لحد ما يوصل ل 7. بس احنا اوريدي معانا الكومبوننت بيبقى شامل كل حاجه، فاذا الايتم اندكس ساعات بنحتاجه يعني طالما احنا مش هنحتاج سب ليست. تعال نشوف الكلام ده عملي. اه انا جيت قلت له في نفس الديفايد كيرف دي قلت له الدومين بتاعي من رقم 2 لحد رقم 7. فاذا لما اجي اوصل بوينت ليست برضه استفرام بس بصراحه ادي البوينتس بتاعتنا، وجيت قلت له امسك لي رقم 2 لحد رقم 7 بالسب ليست، فاذا خدهم لي واديتهم لهم سفير فظهر معايا 2 لحد 7. طب انا هغير، هيغير معايا، هزود هيزود معايا نفس الكلام. طيب انا لو جيت قلت له امسك لي بالماينس، انا هرجع تاني للاكزامبل بتاع ليست ايتم والمره دي هاجي اقول له امسك لي ماينس 1 سالب 1. طب هو مين بالنسبه له سالب 1؟ يعني انا دلوقتي عندي ليست طويله عريضه اهي من 0 لحد 9 اجيب لك انا سالب 1 منين؟ فبيبدا يرجع لي من ورا، بيبدا ياخد لي اخر واحد موجود بالنسبه لي السالب 1 دي في الليست ايتم هي رقم 9 تمام. ليه؟ اللي هو بالنسبه لي اخر رقم ايا كان الرقم ده زاد نقص عدد البوينتس زادت عدد البوينتس نقص عدد بوينت بعد مثلا 278 او انا حتى ما اعرفش ارقامهم وعايز اجيب اخر نقطه موجوده اذا هديها كود ان هو اسمها ماينس 1. طيب انا عايز ازود ما تبقاش ماينس 1 عايز اللي قبل الاخير فاديله ماينس 2. اذا مسك لي في اللي هنا في الراينو رقم 8 تمام. طب انا عايز ماينس 2 ورقم 2 او اللي هو قبل الاخير وتاني واحد سوري واحد لان معايا 0 و1 والناحيه الثانيه ده اسمه ماينس 1 وده ماينس 2 ده اسمه 0 وده 1 وهنا ده اسمه ماينس 1 ده ماينس 2 تمام. اذا لما اجي اختار في اي حاجه ماينس رقم مثلا كذا اكس يعني مثلا 1 2 3 4 اذا انا عارف ان انا هوصل بالكود ان انا امسك اي نقطه موجوده في الليست. لحد هنا كده
يعتبر الأساسيات خلصت، كل اللي جاي تمام. السؤال ده أنا هرد عليه برضو في آخر الجزئية دي. تمام، شكرا أستاذ ياسمين. كل اللي جاي دلوقتي هو عمليات أساسية جدا معانا في الجراس هوبر، وهنحتاجها باستمرار في الجزء اللي جاي الخاص مع باشمهندس علاء وباشمهندس عمر في الروبوت. هو إن أنا إزاي أرتب الداتا اللي معايا. أول حاجة معايا سورت ليست. سورت ليست، انا خلاص انا خلصت الاكزامبل كان معانا، ممكن نشتغل بقى حاجه جديده. اول حاجه معانا كومبوننت اسمه راندوم. راندوم ده بالنسبه لي بيجنريت ارقام يعني تعتبر عشوائيه. جيت قلت له انا عايز الدومين بتاعي اللي هو يعني مثلا بقول له الجراس هوبر انا عايزك تطلع لي مجموعه ارقام عشوائيه، فبيقول لي اول حاجه ايه، انت عايز من كام لكام؟ تمام، مثلا افتكر مثلا من 0 لحد 10. طيب عايز جوه من 0 ل 10 دي كام رقم؟ هو اكيد مش 10 بس، انت معاك لحد رقم لا نهائي. تمام، فاذا بقول له مثلا عايز جوه من 0 ل 10 دي خمس ارقام، فاذا هيطلع لي وليكن خمس ارقام كلهم بكسوره عشريه، ما فهمش اي رقم صحيح. طيب انا عشان احل المشكله دي انا عايز رقم صحيح في الاندكس بتاعي، هعمل ايه؟ بوصل البارامتر اللي هو اسمه انتجر. انتجر دايما بيشيل الرقم العشري ويحوله لي الاقرب رقم صحيح. تعال نشوف كده سوا، اهو 6.9 بقى 7، 3.6 بقى 4. طب ال 1.5 1.4، لان الاربعه اقل من 5 بقت بالنسبه لي 1. نفس الكلام 8.8 بقت بالنسبه لي 9، ال 0.9 بقت بالنسبه لي 1. تمام، فاذا الانتجر بيحول لي الرقم العشري او الكسر لرقم لاقرب رقم صحيح. ثم بعد كده عملت له سورت. لو انتوا خدتوا بالكم هنا هتلاقوا ان هو مش مترتب الارقام العشوائيه دي، ما هيش مترتبها 7 في 4 1 9 1. طب فين الترتيب في كده؟ طيب سورت ليست بيبدا ياخد لي الداتا دي. اول حاجه بيطلبها مني ايه هو الكي. طبعا كجراس هوبر او اي برنامج، انا اسف، اي لغه برمجه فاهم يعني ايه 0 1 2 3 4 مترتبين ازاي، A B C D E F G هكذا، ألف ب ت س، يعني كل الحاجات مترتبه بناء زي ما مثلا اقول له ايه، رتب لي مثلا بنفسكم كده بالرقم الابجدي. فاذا كل واحد عارف الالف فين والب فين والت س فين وهكذا. فلما اجي ادخل له الليست الارقام العشوائيه دي جوه سورت ليست، اول حاجه طالبها مني الكي. ايه هو الكي؟ اللي هو انت عايز ترتبهم بناء على ايه. ده سؤال مهم جدا. عندي مجموعة من الطلاب من فصل ما، جيت قلت لهم رتبوا لنفسكم. أول سؤال هنرتب نفسنا بناء على إيه؟ هل الرقم الأبجدي من الألف لحد اليه، ولا من اليه لحد الألف، ولا من الطويل القصير، ولا من الصغير الطويل، ولا من التخين الرفيع، ولا هكذا. فبالنسبة لي الكي دي هي طريقة ترتيب الأرقام اللي قدامي. فأنا جيت وصلت له الأرقام. ليه؟ لأن خلاص أنا وصلت له داتا أرقام. فإذا رتب لي الأرقام دي اللي هي 7 4 1 9 1 بقت بالنسبة لي 1 1 4 7 9. دي ما زالت الكي. لكن في الحقيقة الإندكس، أنا آسف، الداتا اللي هي إيه هي بالنسبة لي اللي ترتبت. تمام؟ طيب إيه اللي حصل؟ خلى الواحد هنا، بعد كده الواحد تاني هنا، بعد كده الأربعة هنا، بعد كده السبعة هنا، بعد كده التسعة هنا. شايفين الماب اللي انا عملتها دي، الخريطة والتوصيلات دي، ده نفس اللي هيتم في اي عملية سورت موجودة هتدخل جوه الكومبوننت ده. بمعنى مجموعة من النقط انا عملت جوه الجراينو، مجموعة من النقط جوه ريكتانجل عددهم 5. تمام، وجيت قلت له هتوصلهم لي كليست تانية رقم بي. طب تعال نشوف الاول اصلا البوينت ليست بتاعتهم قد ايه. بوينت ليست ده كومبوننت بيظهر لي الاندكس بتاع البوينتس دي او الليست دي على الراينو كديسبلاي بس. اهو بالنسبه لنا ادي الاندكس رقم 0، بعد كده الاندكس رقم 1 اهي، بعد كده 2،
ثلاثة أربعة تمام. طيب لما جت دخلت على كل واحدة طبعا بكوردينيتس مختلفة أو حدسيات مختلفة إكس واي مختلفين، فلما جيت دخلت على الليست اللي هي بي هيبدأ يرتبها بناء على الماب اللي هنا. طب إيه اللي تم بقى؟ تعالوا نشوف. زي ما انا قلت من شوية ان هو خد مثلا رقم واحد خلاها رقم زيرو هنا، وخد الرقم واحد اللي بالنسبة لي اندكس رقم اربعة اتحول لاندكس رقم واحد، بعد كده الاندكس رقم اربعة اندكس رقم واحد انا اسف اتحول بقى اندكس رقم اثنين، بعد كده الاندكس رقم زيرو اتحول لاندكس رقم ثلاثة، بعد كده الاندكس رقم ثلاثة اتحول لاندكس رقم اربعة. نفس السايكل اللي حصلت دي هتحصل تحت، هياخد لي برضو الاندكس رقم 2 هيحولها لي الاندكس رقم 0، نفس الاندكس رقم 4 تحول الاندكس رقم 1، بعد كده الاندكس رقم 1 اتحولت للاندكس رقم 2، بعد كده اندكس رقم 0 بقت برقم 3، بعد كده رقم 3 بقت رقم 4. اي داتا هتخش جوه السورت ليست هتتغير او هتتنظم بنفس الاسلوب ده ايا كان ايه هي، طالما انا دخلت له فوق كي يقدر يحركه. انا طب انا دخلت مثلا اي بي سي دي اي اف جي وبرده معمول لهم ترتيب عشوائي، برده سورت ليست هيرتبهم ترتيب مبرمج زي ما هو عارف اللي هو اي بي سي دي اي اف جي، وبناء عليها اي اندكس موجود او اي ليست موجوده بعديها هيحركها او هيرتبها بنفس الترتيب اللي احنا حركنا بيه السورت ليست. طيب فين الامثله على كده؟ طبعا ده مهم جدا وبنستخدمه باستمرار، وخاصة ان بيبقى مش كل حاجة تبقى واضحة قدامنا، فهو اللي بيحل لنا المشاكل. زي ما انتم شايفين هنا انا عندي ترتيب جوه الراينو 0 1 2 3 4 مترتبين عشوائي جدا بناء على اصلا نقطة انا كنت حاططها جوه الراينو ودخلتها جوه الجراسوفر، فهو مش مترجم. بس انا لو جيت عايز اقول له انا عايزكم ترتبوا لي نفسكم كارقام على اقرب او مثلا على اقل قيمه في الاكس دايركشن تمام. يعني مثلا انا عايز بالنسبه لي متخيلي انا عايز رقم 3 ده يبقى هو الزيرو، والزيرو دي هي رقم 1، بعد كده دي رقم 2، بعد كده دي رقم 3، بعد كده دي رقم 4. طب انا بناء على ايه قلت الارقام دي؟ بناء على ان الديستانس ما بين النقطه دي لحد الاكس دايركشن مثلا هفترض ان هي وعليكم بسبعة، والنقطه دي لحد الاكس دايركشن هنا مثلا هفترض ان هي 10، بعد كده النقطه دي لحد هنا مثلا ب 50، وهنا مثلا فرضا ب 80، واخر واحده مثلا ب 100. طب ما انا اوريدي رتبت اهو دماغي، انا بقول له رتب لي على اقرب قيمه للاكس. فعملت ايه؟ اول حاجه رسمت لاين ما هو كيرف بالنسبه لي تمام، اهو ادي اللاين اللي منور اخضر اهو تمام. وجيت قلت له كومبوننت اسمه كيرف كلوزست بوينت. كيرف كلوزست بوينت ده بيعمل ايه؟ بياخد لي النقطه اللي انا مدخلها له وبيرميها على اللاين ده اقرب ديستانس موجوده، معنى صح بيخليها عموديه عليه، بيرسم خط عمودي ما بينه وبين النقطه على الكيرف. فبيطلع لي ايه بقى؟ بيطلع لي البوينت اللي جديده ادي البوينت الجديده، ادي اسقاط كل نقطه موجوده على اللاين الجديد، ادي هي بتاعت رقم 2 اول واحده، بعد كده رقم 0 ثاني واحده، والاربعه هكذا تمام. ثم وبيطلع ايه ثاني؟ بيطلع حاجه اسمها تي بارامتر، بس دي مش هنشرحها دلوقتي. تالت حاجه بيطلع لي الديستانس. مين بقى الديستانس؟ مسافه كل واحده ما بينها وبين النقطه الجديده. يعني اول واحده اللي هي الزيرو طلع لي الديستانس بتاعتها ب 10، لو شايفين اهو الديستانس هنا كده بتاعتها ب 10. النقطه اللي بعديها اللي هي برقم 1 الديستانس بتاعتها من النقطه دي لحد النقطه دي 59. النقطه اللي بعدها اللي هي رقم 2 من هنا لحد هنا 67، بعد كده النقطة رقم 3 من هنا لحد هنا ب 6 وكسر، بعد كده النقطة رقم 4
لحد هنا ب 35. طيب كلام عظيم جدا، رتب لي بقى الارقام دي. خلاص انا كده شغلي على الراينو يعتبر انتهى. نيجي بقى ندخل الارقام دي كديستنس، قول لي رتبهم لي، فدخلتهم لي كانهم كي. اذا الارقام اللي هتطلع لي كام؟ اهو مترتبه 6 اصغر حاجه، بعد كده 10 اكبر حاجه، بعد كده 35، بعد كده 59، بعد كده 67. طب لو انا عايز اقول له انا عايزها من اكبر للاصغر، يبقى نستخدم ريفرس ليست. لما اجي اعملها كده يبقى بالنسبه لي اكبر واحد هو اللي فوق، واصغر واحد بالنسبه لي هو الاندكس رقم 4. طيب في طريقه ثانيه احنا نستخدم حاجه زي كده بديل ريفرس ليست؟ اه، لو انا دوست رايت كليك وعملت ريفرس اهو الشورت كات بتاع ريفرس، هتلاقيه عكس لي الداتا. تمام، بقى 67 هي اول واحده والسته هي اصغر واحده، بس مش هنحتاجها دلوقتي. طيب بناء على الترتيب اللي هنا هبدا اجي اقول له سورت للداتا اللي انا مدخلاك اللي هي كبوينت اصلا، اللي هم دول اللي هم الاساسيين دول كداتا ايه. طب تيجي بقى نشوف بقى الاندكس الجديد. ادي الاندكس الجديد بقى بالنسبه لي اقرب نقطه موجوده هي الصفر، اللي هي كان اصلا كان رقمها 3 بقت هي الصفر، ثم بعد كده الابعد شويه بقت هي رقم 1، ثم بعد كده الابعد بقت 2، بعد كده الابعد 3، بعد كده ابعد حاجه خالص بقت رقم 4. مهما زودت الارقام دي الخمسه مثلا وليكن، بقى بالنسبه لي اقرب نقطه موجوده هنا هي الزيرو، وابعد نقطه موجوده كديستنس هي ال 51 دي. تمام، ايا كان. طيب لحد هنا كده في اي مشكله؟ هنيجي بعديها الانسرت ليست، وهو بكل بساطه ان انا عايز ادخل نقطه زياده مع الليست دي. عندي مثلا الليست دي عايز ادخل جواها نقطه زياده. طيب هنا بيطلب مني ايه؟ بيطلب مني الاندكس ايه هو انت عايز تدخله فين، وايه هو الايتم اللي انت عايز تدخله، وفين اصلا الليست اللي انت عايز تدخل فيها كل الايتمز دي. تمام، فسريعا انا هاجي اقول مثلا دخل لي الاندكس رقم 2. تمام، دخل لي مثلا الاندكس اللي هو رقم في الاندكس رقم 2، دخل لي الايتم اللي هو الاسم رقم 3. تمام، ودي لي ان هو سيركل عادي. فاذا بالنسبه لي بعد ما كان 9 ارقام دي وصل لعند الاندكس رقم 2، بدا يحط ايتم جديد اللي هو اسمه 22 اتنينات 10، قيمه الواي بتاعتها ب 10. تمام، ده الايتم الجديد، لكن هنا في القديم كله متصفر. تمام، ده باختصار شديد الانسرت ليست. ريبليس ليست نفس الموضوع، بس المره دي هو بياخد حاجه ويبدل لك مكانها. يعني مثلا هاجي عند نفس الليست دي هاجي اقول له ان انا عندي نفس التسع ارقام مع نفس ال 10 نقط اللي معانا، هاجي اقول له ريبليس. طب ريبليس مين؟ خد لي نقطتين مثلا من فوق وحطهم لي، وليكن الاندكس خد لي الاندكس رقم 1 من الايتم اللي فوق اللي هي افترض النقطه دي. تمام، هتبدلها لي مكان، هتبدل لي مثلا الايتم بتاعها بالايتم ده. فجي عمل لي بدل لي الايتم من فوق حطه لي في الليست اللي تحت. فلما اجي انا ازود مثلا الاندكس هقول له مثلا خد لي رقم 2 بداله، فيبدا يعمل لي كده. تمام، ليه؟ انا قلت له شيل لي رقم 8 في القديم وحط لي الجديد رقم 8 من الليست الثانيه. فاذا بقت الاثنين دول مع بعض في ليست واحده. ده باختصار برضو ريبليس ايتم. السؤال كان مبعوث الخاص بان انا لو عايز اشيل، النهارده كنا بنقول ليست ايتم باخد نقطه واحده من مجموعه من البوينتس. لا، طب انا عايز اشيل نقطه واحده
هو كل اندكس. كل اندكس عكس يعني مش عايز اقول عكس، هو نفس ليست ايتم بس المره دي هو بيلغي. بمعنى انا خلاص اهو عملت نفس الليست دي تمام، وقلت له شيل لي رقم 5 منكم بكومبوننت اسمه كل اندكس، فمسك الليست القديمه اللي هي دي وقلت له الغي لي رقم 5. فاذا الليست الجديده طبعا من صفر لحد ايا كان، عمر ما الاندكس بيتغير ترتيبه، لازم يكون من صفر لحد عددهم تمام. ما ينفعش ان انا اشيل رقم 5 هنا اذا يبقى في الاندكس متشال رقم 5، لا. فنيجي نشوف النقطه الجديده اللي معانا بقت كلهم ما عدا اللي كان رقم 5، نيجي نغير. طبعا شيل رقم 1، اذا شال لي رقم 1. لحد هنا في اي مشكله؟ وهيتعامل على فكره بنفس المنطق بتاع الليست ايتم. يعني لو كتبت مثلا ماينس 1 اذا هيشيل لي اخر واحد مهما كان الاندكس، يعني اي كان الليست طولها قد ايه. سريعا كده هبدا اخش في شويه حاجات خاصه بقى بالداتا تري. كل اللي فات ده كان التعامل مع الليست تمام او الاندكس. النهارده او دلوقتي حالا هتعامل مع تري بس بشكل سريع، لان ان شاء الله المحاضرات الجايه هنبدا نفصل فيها حاجه زي كده. عندي كومبوننت اسمه سكوير جريد، ده بيعمل لي مجموعه من المربعات تمام، ليها قيمه في الاكس ليها قيمه في الواي، عددهم كام في الاكس والسايز بتاعهم كام. فانا قلت له مثلا عدد المربعات في قيمه الاكس 5 مربعات وعددهم في الواي 5. خمسة في خمسة أو مثلا 5 في 10 تمام. طيب عندي كومبوننت تاني اسمه اريا. اريا ده بيطلع لي تو اوتبوت، أول واحد مساحة البوردر ده كام، وفي نفس الوقت السنتر اريا بتاعه. يعني النهاردة عايز أجيب نقطة في منتصف الشيب ده، يا إما هستخدم اريا بيطلع لي النتيجة دي، أو إن أنا أستخدم كومبوننت تاني اسمه بوليجون سنتر. سنتر بوليجون سنتر اهو بيطلع لي نفس النتيجه، بس ده للاسف بيطلع لي ثلاث عمليات حسابيه، بيطلع لي للفيرتيز سنتر بتاع الفيرتيز وسنتر بتاع الايدج وسنتر بتاع الاريا. فده بالنسبه لي يعني بياخد استهلاك اعلى من الثاني. طيب الاريا دي لما اجي اقول لها بوينت ليست ده الترتيب بتاعها، طب ايه اللي انا عملته ده؟ نيجي نشوف كده الاوتبوت بتاعنا. ادي الليست العظيمه بتاعتنا دي، عباره عن مجموعه من الباسز 0 1 2 لحد 4 عددهم 5، وجوه كل باص فيهم في ايتمز من 0 لحد 4. زي ما باشمهندس عمر كان شارح ان انا عندي خمس انا اسف دولاب في 5 رفوف تمام بالنسبه لي اللي هم 0 1 2 3 4، وجوه كل رف فيهم عندي 5 ايتم او 5 حاجات محطوطه فيهم محطوطين في الرف. ادي نفس الكلام، ادي من 0 لحد 5 من 0 لحد 5 وهكذا. طب تعال نشوف بقى الاندكس بتاعهم بيعمل ايه. بوينت ليست هنا ظهر لي ادي 0 1 2 3 4. مين دول؟ دول بالنسبه لي ادي الباص رقم 0، هنا الباص رقم 1، هنا الباص رقم 2 وهكذا لحد ما اوصل للباص رقم 4. طيب ده السورت اللي حصل ده او الداتا تري اللي حصلت دي جت على طول من الاريا او معنى صح من الجريد. هو اللي قسمها لك بالمنظر ده. هو بيعمل ايه؟ بيقسم لك عدد ايتم في الاكس الاول، ثم بعد كده بيقسم على عدد الواي، فعند كل اكس بيبدا يحركها لك في رينج الواي. طيب نيجي بقى نشتغل شويه على الداتا تري. انا عايز اقول له انا عايز كل ايتم من دول لوحده، انا مش عايز انا الترقيم ده، انا عايز يبقى كلهم كل نقطه منفصله بذاتها او مستقله بذاتها. فلو انا جيت استخدمت جرافت بقى كل الاندكس قدامي صفر، بقى كل الاندكس هنا بصفر بس اسمهم على اسم الاندكس اللي كان موجود باسم الباص. طب نرجع تاني نشوف اللي كان موجود، هعمل كده وهعمل كومبوننت اسمه جرافت. تعال نشوف ايه اللي حصل.
اول حاجه المجموعه اسمهم صفر دول. طب حاجه اعمل لهم جرافت، هقول له كل واحد فيهم مستقل بذاته. فبقى ايه، عمل اول ايتم اللي هو الاندكس بتاعه بزيرو، تمام، الاندكس بتاعه بزيرو، بقى برضو اسمه زيرو، بس المره دي عكس، بقى الباس بتاعه هو اللي اسمه زيرو. طب والرقم اللي هو الاحمر اللي هنا اللي هو اسم الباص القديم ده راح فين؟ بقى اللي جنبه اللي على شماله. طب تعالوا نكمل. رقم واحد بقى بالنسبه لي هنا برضو الاندكس في زيرو، اللي انا بقول له انت مستقل بذاتك، بس انت اسمك بقى اسمك رقم واحد التابع للباص رقم زيرو. نفس الكلام 2 3 4، هتلاقي ان كل اللي هنا دول مشتركين في اللي على الشمال كلهم بالباص الزيرو، تمام، واللي على اليمين هو رقم الاندكس القديم بتاعهم. اوكي طيب نيجي هنا، الليست دي برضو نفس الكلام، بقى كل واحد فيهم باندكس مختلف بس الباص بتاعهم اتغير، بقى الباص باسم واحد. فاذا كل اللي هنا هيبقى اسمهم واحد، بس اللي كان ليه رقم اندكس هنا باللون الاحمر بقى اسمه باسم الباص. اذا بالنسبه لي ده تعريف الداتا تري. طب تعال نشوف كده المنظر ككل كان عامل ازاي وبقى عامل ازاي. لو انا دوست دبل كليك وتبت في اي اللي هو اختصار بارامتر فيور، هنلاقي ان هو كان هنا بيقول لي ان انا عندي خمسه برانشز كل واحده فيهم جواهم خمسه ايتم. اه كلامك مظبوط فعلا، ده كان عندي هنا خمس مجموعات، انا اسف، خمس مجموعات اهم، تمام، جوه كل واحده فيهم في خمسه ايتم. طيب تعال نشوف الجديد بقى. بعد ما انا عملت جرافت بقى عندي 25 برانش جوه كل واحد فيهم ايتم واحد بس. ليه؟ ما انا خليت كل واحد مستقل بذاته، بس المره دي هو موريك ان كل واحد اسمه في الباص ايه؟ 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 1 0 1 2 لحد ما يوصل 1 4 وهكذا. كل واحد متسمي باسمه، يعني هو الداتا ما ضاعتش من الاخر. لو عايز ارجعهم تاني هعرف بكل بساطه، ممكن اعمل بارتيشن ليست او ممكن اعمل شيفت باس حاجه زي كده يعني. طيب نيجي بقى للي بعده، ان انا بدل ما انا اعمل للليست دي زي ما هي جرافت، انا عايز اعمل لهم فلاتن. ايه اللي بيحصل مع فلاتن؟ بيضيع لي كل حاجه الصراحه. فلاتن ليه استخدامات مهمه، فلاتن تي اوسي ليه استخدامات مهمه، بس للاسف بيضيع لي كل الداتا اللي انا بنيت عليها كل حاجه قديمه. طيب تعال نشوف كده، خد لي كل الليست اللي معايا دي صفرها لي، انا اسف، بقت كلها باسم باص زيرو، خلاص الداتا كلها ضاعت. بقت بالنسبه لي ايه بقى؟ 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4، الجديد بقى 0 1 2 3 4 5 6 لحد ما نوصل لتوتال الداتا اللي معانا الليست لينس اللي معانا. في حاله الفلاتن الصراحه بيبقى الموضوع صعب ان احنا نرجعه تاني شويه للجرافت، خاصه ان احنا مش بنتعامل مع ليست بالمنظر ده، بسيطه بنتعامل مع حاجه اكتر تعقيدا، يعني بيبقى الموضوع بيبقى رخم. لكن طول ما احنا شغالين بجرافت ثم بعد كده في الاخر نعمل فلاتن، فخلاص احنا بننهي الموضوع بتاعنا بالفلاتن. اوريدي في الكورس بتاع روبوتك في الاخر لازم تعملوه فلاتن عشان يبقى الداتا كلها واحده. تعال نشوف الايتمز الجديده بتاعتنا بقى منظرها عامل ازاي. بقت 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 لحد ما يوصل ل 24. اخر مثال سريع هديه النهارده هو ان انا عندي بوكس، عندي البوكس ده جيت عملت له كومبوننت اسمه ديكونستراكت بي ريب، اهو ديكونستراكت بي ريب. ده بيعمل ايه؟ بياخد لي البي ريب ده اللي هو بالنسبه لي بولي سيرفيس، تمام، يبدا يعمل له اكسبلود، بيطلع لي منه يبقى شويه داتا، شويه فيسز، شويه ايدجز، شويه فيرتسيز. طيب لو انا جيت خدت الفيس، طبعا لما اجي اعمل الاكسبلود لاي بوكس هيطلع لي ست فيس، ده منطقي، تمام.
ونفس الكلام لو انا خدت الايدجز هيطلع لي برضو حوالي 16 12 ايدج، ولو جيت عملت له برضو للبوينتس هيطلع لي حوالي 8 نقط. طب فين الثمان نقط دول؟ هما الثمان نقط اللي هنا، اللي 1 2 3 4 5 6 وواحده ورا 7 مخفيه والثامنه قدامكم. كلام لحد كده منطقي؟ تمام. طيب نيجي نشوف في الليست بتاعتها. ادي هم 8 8 فيرتسز بتوعنا. طيب انا عايز اقول له امسك لي كل فيز من دول، كل فيس من دول تمام، واعمل لي ليكس بلوت تاني او ديكونستراكت تاني. طب هيعمل ايه بقى؟ لما جيت عملت ديكونستراكت لكل فيس بقى الكل فيس ليه اسم. بقى بالنسبه لي الفيز ده اسمه مثلا وليكن 0 وده مثلا رقم 1 واللي ورا اسمه رقم 2 واللي ورا على اليمين اسمه رقم 3 واللي فوق اسمه رقم 4 واللي تحت اسمه رقم 5. طيب لما اجي اعمل الديكونستراكت هيمسك لي الفيس رقم 0 تمام، هيبدا ياخد لي البوينتس بتاعتها اللي هي مثلا باللون الازرق، اللي هي مثلا ادي النقطه الاولى هنا، النقطه الثانيه هنا، النقطة الثالثة هنا، النقطة آسف النقطة الثانية هنا، وادي النقطة الثالثة هنا. بعد كده يرجع يمسك الفيس رقم 1 هيعمل نفس الموضوع، ادي الزيرو وادي الواحد، ادي الاثنين، ادي الثلاثة. هيعمل العملية دي على كل فيس. طب حد يجي يقول لي أنا مش شايف الكلام ده، مش منطقي أو أنا مش واخد بالي أو مش فاهم. تعالوا كده نجرب حاجة بسيطة. الكلاستر ده فيما فيه ان انا عملت الديكونستراكت وبدات احركه في اتجاه ضد الاريا اللي موجود السنتر ستوريد موجود، فعمل لي الانيميشن ده ان انا بدات ان انا ابعد الفيس عن البوكس اللي موجود اساسي. فبقى ظاهر معايا كل فيس موجود فين والنقط بتاعته فين. اذا بالنسبه لي على الفيس رقم 0 بقى قدامي اربع نقط. تعالوا نشوف بقى الايتمز فيها ايه في البانل. بقى عندي ليست طويله مجموعه من الباسز اللي هم بالنسبه لي يمثلوا عدد الفيس الموجوده، الاوجه بتاعت المكعب تمام 0 1 2 3 4 5 عدد ال 6 فيز الموجودين، وجوه كل واحد فيهم في الفيرتيسز بتاعتهم او النقط اللي بتعمل لي الفيس ده اللي هو عددهم اربع نقط. فاذا لما اجي انا عايز اقول له امسك لي النقطه اللي جوه فيس رقم مثلا 5 رقم اندكس رقم 3، اذا انا عارف هيمسك لي انهي نقطه في الـ في الـ في الكيوب دي تمام. دي باختصار شديد الداتا تري. طب انا عايز اجي اقول لهم لا مش فارق معايا كل الارقام دي اعملها لي فلاتن. اوكي صفر لي الليست، ما بقاش فيه بالنسبه لي ما بقاش في حاجه اسمها فيس ولا اي حاجه، وبالنسبه لي بقى يحسب عدد نقط. بقى قدامي ليست مجموعه نقط فقط، ما فيش اي تداخل ما بينها. بس يعني اظن يكون الجزء ده استفاد بشكل كويس، واتمنى تكونوا فهمتوا مني واستوعبتوا.